Father, the Son, the Holy Spirit, one God, Amen. We will learn together today one of the probably the most beautiful ever hymn in the church, or specifically in the midnight praise. This hymn is Tinin. أكتر لحن إحنا كلنا بنحبه كشمامسة وبنستنى الأيام اللي بيكون فيها تسبيحة بالذات في ليلة أبو غلامسيس بالذات في وقت كيهك علشان بيكون في وقت أطول نقدر نعمل فيه الألحان الطويلة وما فيش شك إن اللحن ده هو تاج على راس كل الألحان اللي بتتقال في التسبيح من جماله ومن التناسق بتاعه في الأنغام. This hymn is usually after the third hose. خلي بالك الهوس الثالث. There are three hymns بيتقالوا بعديه. في ثلاث ألحان بيتقالوا بعديه. يعني الهوس الأول والثاني ما فيش غير لحن واحد بيتقال بعديه. الأولاني بنقول خن أشوت والثاني بنقول مارن أونه. اللحن اللي بيتقال وراء الهوس الثالث أول واحد بيبقى ريبسالين وده لحن معلم إبطي اسمه ساركيس هو اللي كتبه وكتبه شوية يعني إبطي على يوناني جريك على كوبتك. اللحن التاني هو تنين اللي احنا هنحفظه النهاردة وده بيورلي جريك هيم يعني الجريك تشيرش هي اللي عاملاه. واللحن التالت اللي هو إبصالية الواطس تينو ويهن سوك اللحن ده كوبتك خالص. تينو ويهن سوك ده كان زمان بيعتبروه هو اللوبش بتاع الهوس التالت قبل ما نزود ريبسالين وتنين. فتنين لحن متاخد من كنيسة تانية. تنين هتلاقي الكلام بتاعه كله جريك مفهوش كوبتك خالص. نسمع كده مع بعض يعني الميلودي بتاعته فيها a lot of repetition يعني هتلاقي 1 و 2 و 3 exactly the same و 5 وطبعا في الصفحة اللي بعديها برضو 6 و 7 و 8 نفس اللحن 9 و 4 نفس الميلودي 5 و 10 نفس الميلودي وفي حتت كده زيادة في النص لكن اللحن مليان a lot of repetitions في تكرارات كتير فمش هيكون صعب علينا ان احنا نحفظه في وقت قليل. نركز مع بعض ونحاول احنا ناخد حتة حتة كده فيه. وقتها
هنبتدي بقى في نغمة تانية خالص. فناخد أول سطر ده كده حبة حبة. تي ني اي 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 اي. وبعد كده أول مرة بنعمل تي، تاني مرة بنكرر الحتة دي تاني. We repeat this part and we go to a full pause أو stop. تي ني اي 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 اي. يعني دي الهزة دي أول مرة بنقطعها بسرعة، تاني مرة بنطولها علشان نعمل الباز تاني وناخد بند. لكن أول مرة جاري. يلا نقول الحتة دي كده مرتين كمان ونكمل. تاني احنا كل ده بنقول ايه؟ We therefore present an offering and rational worship. فمن ثم نقدم الذبيحة والعبادة العقلية. هو ده اللي احنا بنقوله دلوقتي. تاني ونعيد اي 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 اي. سهله تاني اي 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 انا او او تاني اي 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 انا او او تاني اي 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 انا او او. من الاول خلي بالك احنا بنقدم ايه. What are we presenting؟ الذبيحة والعبادة العقلية. Rational worship, rational offering. مش بنقدم تسبيح كده أصوات وهوسة وخلاص. لا، في rational، في حاجة عقل بالعقل، في تسبيح من القلب من الفكر، مش مجرد أصوات حلوة بننغم بيها وخلاص. في فكر وفي روحانية في كل حاجة بنقدمها في التسبيحة بتاعتنا. تيني اي 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 اي
التاني دي اوثي اي اي اوثي اي اي تاني اوثي اي 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 تاني اوثي اي 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 من اول هنا اي 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 انا او 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 سي اي 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 وفي وقفة اي 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 تاني اوثي اي 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 خلص اول سطر. خلي بالك العلامه اللي انا عاملها لك دي بتاعت الستار دي علشان في حته هنا هتتعاد تاني somewhere in the middle of the hymn. مع بعض من اول اللاين اي 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 انا او او اوثي اي 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 اوكي هنبتدي بقى دلوقتي نعمل الثلاثه دول. الثلاثه دول شبه بعض يعني لاين 1 ولاين 2 ولاين 3 زي ما قلنا شبه بعض ولو حفظناهم هنعرف في الصفحه اللي بعديها نجيب نمبر 6 و7 و8. فاحنا دلوقتي بنضرب 6 عصافير بحجر تقريبا وبرضو بدايه لاين 4 وبدايه لاين 9 شبه برضو نفس البدايه بتاعه 1 و2 و3. فهنفهم دلوقتي ليه احنا بادين بالطبقه واطيه. Why we have to start with a low pitch؟ عشان بنعمل هنا شفت الطبقه عالية ازاي؟ عشان كده ليله ابو غلامسيس بعد ما انت ما طلعت من الجمعه العظيمه بكل الحانها وقلنا في اول ابو غلامسيس انوك بيبيكوجي وحاجات كثيره من التسبيحه. تخيل لو انت غلطت وعملت هنا تنين بالطريقه دي خلاص كده يبقى صوتك باظ ولا هتعرف تعمل اي حاجه في العيد. فدايما ابتدي تنين هاديه تيني نايمه كده وبعد كده هي بتصحى لوحدها. تاني نعمل اللينك
تاني من أولها. خلي بالك احنا بنقول كلمة ايه؟ ثيسية، دي اللي هي معناها offering أو ذبيحة، وطبعا الذبيحة لازم تبقى عالية كده في معناها وعالية في مكانها، وبنقدمها بتبقى فوقينا كلنا وعلى المسبح فوق، فتبقى عالية بكل المعاني حتى في البيتش كمان بتعلى. من أولها. اللي هي and in Greek أو زي النيم كده بتاعت الكوبتك، K معناها و بالإبطي. K تاني قلنا K اللي هي Greek and. تاني K خدت بالك؟ نقول تاني من أول السطر عشان نظبط اللحن. خدت بالك بقى الحته اللي احنا لسه قايلينها دي؟ هنعيدها تاني دلوقتي بعد الكونكشن الفاست دي. اي 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 اي
كي اي 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 يعني دي سميناها 1 ودي سميناها 2. ايه الديفرنس؟ ان دي ان 1 بتنتهي لو، لكن 2 بتنتهي هاي او نورمال ان بيتش. تاني كده كي اي 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 اي. مهم قوي الحته دي ناخد بالنا منها، لان هم شبه بعض، بس واحده بتنتهي لو واحده بتنتهي هاي، واحده بتروح على كونكشن فاست واحده بتروح على كونكشن سلو وواطيه. كي اي 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 اي. طيب نقوم من اول السطر دوت. تمام، نعمل بقى الكونكشن بتاعت الحته السطر الثاني من لاين 1. اي 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 تين لوجيك اي 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 تين لو تاني اي تين لوجيك اي 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 اي. احنا دلوقتي بنقول كلمة لوجيك، عارفين كلمة لوجيك اللي هي بالعقل كده يعني لوجيك؟ احنا دلوقتي بنقول كلمة لوجيك لوجيكي. احنا قلنا خلاص الثيسية، بس عايزين نقول الـ العقلية لوجيكي. إيتين لوجيكي اي 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 إيتين لوجيك اي 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 إيتين لوجيك اي 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 تاني إيتين لوجيك اي 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 اي. آخر مرة طيب ونكمل. إيتين لوجيك اي 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 اي
هي دي دي هي هي دي صح إتين لوجك شبه بعض بس واحدة عالية واحدة واطية اي 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 من أولها إتين لوجك طيب ناخد بالنا بقى من الحته الجديده اي 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 تاني اي 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 إتين لوجك أي 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 نقول من اول اللحن ونفتكر ان احنا لازم نوطي الطبقه Yeah.
صعب بقى علينا نعمل نمبر 2 و3 بنفس الطريقه. هي كل الحكاية الحروف بتتحط فين في الميلودي، لكن نسيم اكزاكت ميوزك سو فار، مفيش ولا حاجة جديدة لحد دلوقتي. خلي بالك بقى من دي. انا بيم، يعني في التالتة. انا بيم بوم طيب نعمل الثالثه. كل احنا في الايه، في الاي صح، ابو مي نا بي بيم بو مي، وما نتحركناش عن المي. Say me.
يعني الحتة دي بس هي اللي فيها كلام جديد، لكن الباقي كله عادي. نقول كده الحتة دي تاني. وهكذا. وبعد كده الربع اللي بعديه بنبتدي برضو بالاو، عشان احنا قلنا سي برو. خلي بالك الحته دي اول ربع كده ما يبقاش فيه كلام، هنا كان في تين نا لو جي، هنا كان في نا بيم بو، هنا ما فيش حاجه. البدايه بتاعت الربع الرابع هتلاقي فيه ستارز كده، عشان الرابع طبعا ده مختلف لكن اسهل يمكن من التانيين. البدايه هي هي او 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 اس دوكسا. هنقول بقى كلمه ايه؟ دوكسا سو سوتير ايمون، يعني مجدك يا مخلصنا، يعني بالانجلش جلوري او اور سيفير. او 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 اس دوكسا doksa a a a a a a a a so so tir. شفت الدخله دي؟ so so tir so so tir o o o doksa a a a صوتير إيمون صوتير إيمون. حتى اللي جاية دي متاخدة من أجيوس الفريحي، فيستل أجيوس. هسمعها لك بس أقول لك من الأول هنا تاني. أو 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 صدوكسا سو سو تير إيمو إيمو سو سو تير إيمو. تاني دي سو سو تير إيمو ونعيد خدت بالك؟
الحته دي كلها من اول سوتير لحد هنا لازم تتحط كده كلها حته واحده، ما ينفعش اقطعها. فتعالوا نقولها لوحدها كده مرتين ثلاثه. سو سو تير اي مو واول واحده او 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 ونعيد او 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 سو سو تير اي مو تير إيمو تاني آ آ آ آ آ نا نيا آس آ. دي عاملة زي ايه؟ دي عاملة زي الحتة دي كده، عاملة نفس الحتة دي بنفس الحتة اللي هي فيها آ آ آن اللي هي فيها تكرارات دي. تاني من اول سوسوتير عشان نجيب الميوزك، وتاخد بالك ان الحتة دي احنا كل اللي هنعمله دلوقتي هنكرر كل الحتة دي، الحتة دي كلها هنكررها بس هنختم بقى بيها في المرة التانية. سو سو تير اي مو نفس النغمة تاني بتاعت نمبر 3 5، هتبقى هي هي 3. يلا نقول من أول نمبر 4. او 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 صدق سا سو سو تير
And you will slow down that way وانت بتقول يعني وانت بتقول هتبطأ في حتة ميصائي. طيب نشوف بقى ايه لما بنحب ان احنا نختم على كده. يعني في قدامك دلوقتي two options، ان انت تقول ربع واحد بس في تنين وبعد كده تنهي في الاخر ب if hoes if small if naughty and say you need vain، او انت تقول الربع التاني كله. طبعا هي اتريون دي بداية الربع التاني، بس يا خسارة ان احنا علشان خاطر الوقت في كنايس كتير ما بتحبش ان هي تخش في الربع التاني عشان الوقت، فبنخسر جمال حتة اتريون. حتة اتريون نحفظها مع بعض هنلاقي ان هي سهلة خالص، واكشلي يعني لو حفظناها بتساعدنا في حفظ ألحان تانية كتير. اتريون وفور زي تو تين، يعني وان و تو و ثري و فور، فور و تو شبه بعض. ناخدهم واحدة واحدة. تاني دي شايف دي بدايتها عاملة ازاي؟ التانية والرابعة بدايتهم زي بعض. شبه بعض بس واحدة هاي وواحدة لو وبتنتهي كده بنغمة طويلة. من الأول اتريو
أو 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 أربعة قبل الطويلة. One, two, three, four والطويلة. أو 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 الإف دي عشان فاست. أو 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 ها شبه مين دي؟ شبه الأول. شبه دي. إتري أو 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 ونعمل زي التانية. أو 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 طيب نقولها كلها تاني كده. إتري أو 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 جديد بقى. أوه. شايف دي طويلة ازاي؟ تاني. تلاتات تلاتة 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 طيب نقول بقى من أول إتريون. إتريون جديد بقى. خلي بالك دي ايه؟ دي الكونكشن ما بين اول مره وتاني مره. الكروس ده عشان يفكرك احنا هنعيد الحته دي تاني بس بعد الكونكشن، بس في آخر الإعادة فيها هزتين. At the end of the repetition we will repeat it now. And in the end of the repetition there is two هزات كده at the end. بالك نفس الهزتين اللي فوق. ونعيد
طيب نقول من أول تريون عشان الصورة كلها تبان قدامنا. تريون فاكرين الستار دي؟ الستار دي بتاع التنين اول سطر. اون با ليه احنا معليين في اتريون؟ ليه اتريون واخده كده لحن مختلف عن بقيه اللحن؟ Why اتريون is different? Look at the meaning. اتريون بايثون جي ميلين ناطقو فيروس. يعني ايه؟ لما رفعوا المجد في اجسادهم، يعني مجدوا ربنا ورفعوا ربنا في المجد عن طريق اجسادهم، انحدر ملاك واطفا اللهيب. ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. In English. When they were raised to take glory in their bodies, the angel came down. ففي حاجة بتطلع، إيه هو اللي بيطلع؟ المجد، the glory that those three youth raised through their bodies. They didn't care about what's gonna happen في أتون النار. They didn't care about what's gonna happen in the furnace of fire. They decided we are going to raise and praise God through our bodies. That's why اللحن فيها بيعلى. طيب نقولها آخر مرة ونخش بعد كده على 6 و7 و8 اللي احنا تقريبا حافظينهم عدد تقسيمات الكلام. 9 اللي قلنا ان هي زي رابعة، رقم 4 يعني in the first part. اوكي مالين صون جميلي اي 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 اي
На ту перо Teni. Doxa eme ebsa tito. التاسعة زي الرابعة. Ninth is similar to the fourth. Same beginning, but then it goes to a specific ending that goes after that to a feast of Agios. Agios الفريحي بتخش في النص.
افسئون افسئون ايمو زي ايه سو سو تير ايمو واو تاني من اول اس ال اي 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 افسئون ايمو واو 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 احنا كده قلنا نمبر 9 عارفين نمبر 10 عباره عن ايه نمبر 5 بالظبط حتى بالكلام حتى بالكلام تمام وبرضو بتتنهي بنفس الكلام بالظبط أزارياس أنانياس ميسائيل أوكي طيب نختم اللحن كله إزاي بقى عايزين نخلص اللحن خالص في الآخر نفس نغمة إتريون بتتقال بس أسرع وأسهل بكتير بدل ما قلنا إتريون لا إف هو زيها ونعمل العالية وما نعملش الكونكشن ولا الريبيتيشن اوف ذا هاي بارت ما بنعيدش بقى تاني الحته دي يعني احنا هنا عملنا ايه واو لا من اول هنا بقى ما بنعملش في الاخر اف نوتي انسيو نيفين دي اخر حته في اللحن اقولها تاني اف اسمو اف نوتي انسيو نيفين وكأن اللحن في الآخر بيقول لي ليه أنا فرحان بقصة التلات فتية ثري يوث وبقولها أصلا في التسبيح عشان إف اسمو إف نوتي يعني they praised and worshipped God continually إحنا كمان بنعمل زيهم عشان كده إحنا فرحانين قوي بالتلات فتية وعاملين هوس كامل عليهم وقارب صالين والكلام ده كله جاي منهم إف اسمو إف نوتي إنسيو نيفين آخر مرة إف اسمو إف نوتي إنسيو نيفين وكده يبقى لحن تنين خلص